باسم محسن شهيد السويس التي سعت جماعة الإخوان لاختطافه واختطاف جنازته والإدعاء بأنه ينتمي إليها. باسم ينتمي لثورة 30/6 ومن الذين قادوا المظاهرات في 30/6 ضد الإخوان، لكن شايفين قتل ونصب كمان وأكاذيب ومحاولة اختطاف، يقتلوا القتيل يمشوا في جنازته وكمان يخطفوا جنازته، في إمكانهم يعني يستطيعوا أنهم يختطفوا الجنازة بأكاذيبهم، لكن نكشفهم ونفضح هذه الأكاذيب. تعالوا نشوف كمان أحد الشباب ضحية المولوتوف، الإخوان ألقوا عليه مولوتوف واشتعلت النار في جسدي، عشان تشوفوا إخوان ضحايا الإخوان في كل مكان، ضحايا الإخوان في كل مكان، صحيح في مجزرة في المنصورة لكن في عمليات إرهابية بترتكب في كل مكان، من سيناء عمليات ضخمة وعمليات نوعية إلى حتى التعامل مع المواطنين الغلابة بهذا الشكل، إلقاء المولوتوف على أحد المواطنين واشتعال النار في جسده. في بعض العشرات من الإخوان المسلمين كانوا في الشارع بره، فأنا قاعد في البيت سمحت ضرب نار وشتيمة وإهانة للجيش، فطلعت في الشارع ففي بعض من الإخوان المسلمين دول، حرام إن هم يتقال عليهم إخوان مسلمين أصلا، بعض من الناس دول شاور عليا وقال ده فلول وقعد يشتم عليا وقعد يهني، فقلت له يا ابني عيب كده، ده احنا اهل وجيران عيب بتقول عليا كده ليه؟ فراحوا هاجمين عليا وراح مطلع ازازه من كيس من كان في ايده وراح رميها عليا وولع، لقيت ايدي ولعت ووش ولع. كل اللي كان فيا ان انا ناخد ابني واطلع بيه على المستشفى، المهم الدكتور اللي في المستشفى اخويا اقسم بالله العلي العظيم عامل لي ابني دي اقل من 21 يوم، قلت له طوز ولا يلزمني، لا انا ما يلزمنيش حاجه، انا اللي يلزمني ان انا ابني يشفي، لا 21 يوم ولا كذا ولا كذا. انا كنت موجود في البيت سمعت فيه سويت جامد، طلعت لقيت هشام وشه ولع جامد والجاكيت اللي عليه ولع، فروحنا طبعا نعمله ايه، طبعا مفيش في دماغي حاجه غير اللي احنا نقلعه الراجل ده الجاكيت، لان الجاكيت ده ترنج هيسيح على جسمه، قلعناه الجاكيت وطبعا كان وشه باظ خالص ووشه النار باينه فيها طفيناها بالعافيه. منهم لله وما يعملوش حاجه خالص، ده احنا اهلهم المفروض ما يعملوش كده، ما ينفعش، ما يرضيش ربنا ليه كده، ما يعملوش مصيره هنا خالص في الزاويه، او عملوها قبل بعد كده لما مواطنهم وقتلنا. قعدت اصوت واشد في هدوم اشد، الناس كلها بقت تشتلك في الولا وهتعبط، بقيت لقيتهم الناس هيجموا عليهم مره واحده، وراح لقيت علم من بتاع رابعه والع، خدت وجريت وراهم، بقيت عايزه اولع فيهم كله، لو طلتهم كلك كانوا كنت ولعت فيهم، جيراني اللي كلك الله يكرمهم، الله يخلي لهم اولادهم ويخلي الجدعان كلها يا رب، هم اللي وقفوا جنب ابني ونقذوه. كبار وصغيرين والبلد بحالها كانت عايشه في رعب. الدنيا بحالها وبيضربوا نار ومعاهم الشوم ومعاهم الاسلحه ومعاهم الدنيا متبهدله وسكاكين وهاجه وضرب نار، ايه ده؟ حاجه فظيعه. كلنا بقينا خايفين وماشيين في الشوارع خايفين، فحسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عشان كده البداية يعني حتى البداية قالها منذ قليل يونس مخيون، أستاذ يونس مخيون رئيس حزب النور، قال مسيرات الإخوان نفسها أصبحت عنوانا للإرهاب. أعتقد أنه الحل يبدأ بأنك تتصدى وتمنع وتطبق القانون على مسيرات الإخوان. كل مسيرة زي ما أنتم شايفين، ملتوف على وش حد، يقتلوا طفل في العمرانية، يذبحوا حد هنا حد هناك،
زي الحوادث الكثيرة والمتنوعة اللي تناولناها معاكم من قبل. إذن مسيرات الإخوان أصبحت تهدد أمن الوطن، ومجلس الوزراء غدا الناس تتجه بقلوبها وبأنظارها إلى مجلس الوزراء. صحيح الناس في حالة غضب من مجلس الوزراء، لكن دعونا يعني نستند للرأي، لأنه كما أكدت لكم كان في انقسام شديد داخل مؤسسة الرئاسة حول تغيير الحكومة أو إقالة الحكومة. البعض بيقول أنه عشان تغير الحكومة قبل الاستفتاء وأنه يبقى عند رئيس حكومة ينشغل بتشكيل حكومة جديدة سيأخذ وقتا وجهدا يستنزفنا قبل الاستفتاء، وبالتالي إذا يعني الحكومة هتستمر يبقى خلونا نشوف مجلس الوزراء ماذا سيفعل غداً.